بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب الإشارة والنص على الحسن بن علي عليه السلام من كتاب الكافي الشريف. الحديث السابع من أحاديث هذا الباب عن علي بن إبراهيم العقيلي يرفعه قال لما ضرب ابن ملجم أمير المؤمنين عليه السلام قال للحسن: يا بني إذا أنا مت فاقتل ابن ملجم واحفر له في الكناسة ووصف العقيلي الموضع على باب الطاق باب طاق المحامل موضع الشواء والرؤاس ثم ارم به فيه فإنه واد من أودية جهنم ذكرنا في أحاديث ماضية أن الإمامة بالنص والنص انما يكون بعد تعيين الله سبحانه وتعالى للامام، يعني التعيين من الله والتبليغ من رسول الله او من الائمه السابقين. وهناك علائم من جملة تلك العلائم الوصيه، فاذا الامام وصى لاحد فمعناه انه هو الامام من بعده وهذه علامه ولذا في هذا الباب ذكر الكلينيو رضوان الله تعالى عليه بعض وصايا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام حيث اوصى للحسن عليه السلام من جملتها هذا الحديث امير المؤمنين اوصى الامام الحسن عليه الصلاه والسلام بالنسبه الى ابن ملجم لعنه الله اولا اوصاه بان يقتل ابن ملجم قصاصا وقد ذكرنا في الحلقه الماضيه ان العفو الذي رغب فيه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام انما كان من المتامرين مع ابن ملجم كقطام وكالاشعث بن قيس الكندي وكآخرين شاركوا في هذه المؤامره، وهؤلاء كانوا يستحقون عقوبة الا انه كان الافضل من حيث المصلحه العفو عنهم بمعنى عدم عقوبتهم وايكال الامر الى الله سبحانه وتعالى لينتقم منهم. فحينما يطلب أمير المؤمنين العفو يطلب العفو بالنسبة إلى هؤلاء، أما بالنسبة إلى خصوص ابن ملجم لعنه الله، لم تكن هناك مصلحة في العفو عنه. الله شرع القصاص، وشرع العفو أيضا، بحيث يكون لولي الأمر العفو، وحبب العفو. لكن إذا لم يكن في العفو مصلحة، فهنا الاختيار يكون للقصاص، ولذا رسول الله صلى الله عليه واله أحيانا كان يعفو عن الذين يستحقون القتل، وأحيانا كان ينفذ فيهم حكم الله حكم الله سبحانه وتعالى. أحيانا ما كان مصلحة في العفو عنهم، وأحيانا كانت مصلحة في العفو عنهم. مثلا أحد المشركين في غزوة باتر تم أسره فتوسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول بالشروط عفى عنه قال لا بأس ارجع إلى مكة نعفو عنك بشرط أن لا تعود لقتالنا، لكن الشيطان أغواه في غزوة أحد جاء لحرب الرسول وأسر مرة ثانية هذا بعد ما كان يستحق العفو ما إلى قابلية للعفو فالرسول قال المؤمن لا يلغ من جحر مرتين فأرسلها مثلا حسب ما يقول بعض الكتاب أن هذا المثل أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله المرة الثانية ما كان يستحق العفو، ما كانت مصلحة في العفو. فحينئذ إذا اكو مصلحة في العفو يعفو عنه، إذا ماكو مصلحة في العفو يقتص منه. ابن ملجم لعنه الله لم تكن مصلحة في العفو عنه، لذا أمير المؤمنين طلب القصاص منه، مو أنه طلب العفو. بعدين واحد يجي يستشكل كيف أمير المؤمنين يطلب العفو والإمام الحسين والإمام الحسن عليه الصلاة والسلام لم يعفو عنه وهل يعقل أن الإمام الحسن يرفض طلبا لأمير المؤمنين هذا الكلام وهذا الإشكال أو السؤال من أساسه منتفي لماذا؟ لأن أمير المؤمنين لم يطلب العفو لابن ملجم بل في هذا الحديث وأحاديث أخرى تصريح بأنه طلب أن يقتص منه هذا أولاً زين الآن اقتص منه ماذا يُفعل بجثته أكل بعض يُمثلون بالجثة أو يتركون الجثة لكن شفقة الإسلام ورحمة الإسلام تقتضي أن حتى جثة الكافر تدفن، لذا في غزوة بدر الرسول صلى الله عليه واله لم يترك قتلى المشركين على الأرض، لا مع أنه في الغزوات المتعارفة كانت في الجاهلية كانوا يتركون قتلى مهزومين او المغلوبين يتكوهم على الارض هذا كان دأب الجاهليين وما فعلوه في كربلاء ابن سعد وربعه حيث دفنوا قتلاهم وتركوا جثه الامام الحسين عليه الصلاه والسلام واصحابه واصحابه هذا كان عملهم عمل الجاهليه رسول الله في غزوه بدر امر أن تدفن جثث الكفار، المشركين القتلى، لكن بالطريقة اللي هم يدفنون، لأن المشركين كانوا يرمون بقتلاهم في حفرة ويلقون التراب يهيلون التراب عليهم، مو مهم أن هذه الحفرة قبر كانت أو بئر كانت أو أي شيء آخر، في بدر كان قليباً يعني بئر فالرسول صلى الله عليه واله امر بان تلقى جثث قتلى المشركين في هذا القليب في هذا البئر ثم يهال عليهم التراب لا يتركون هكذا على الارض بحيث انه تجيف الجثث وتاتي الحيوانات وتاكل منها يعني رحمه الاسلام يقتضي بان يتعامل معهم هكذا زين ابن ملجم ناصبي كافر منافق هذا لا يستحق ان يدفن في مقابر المسلمين لكن رحمه الاسلام تقتضي بان يدفن ولكن اين يدفن اي مكان يدفن يمكن ذول الخوارج ياتون في المستقبل ويجعلونه مزارا لذا أمير المؤمنين أمره بأن يدفن في مكان عام وممر للناس بحيث لا يمكن اتخاذه مزارا سوق وذلك السوق سوق شعبي حسب تعبيرنا يعني السوق اللي الشواء يعني الذين يشون اللحم والرؤاس يعني الذين يبيعون الرأس حسب تعبير اليوم الباتشاتشية مثلاً أمثال هذه الأسواق شعبية فيها زحام كثير والناس تذهب وتأتي أن يحفر هناك ويدفن ثم أمير المؤمنين على التعليل فإنه واد من أودية جهنم إما بعد دفنه تحول إلى واد من أودية جهنم لأنه في الحديث الشريف القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران، الإنسان إذا دفن، الملائكة في ذلك المكان، إن كان مؤمنا يستحق المثوبة، يأتون، والله سبحانه وتعالى يجعل قبره روضة من رياض الجنة. بستان من بساتين الجنة وإذا كان كافرا منافقا ملائكة العذاب يأتون ويعذبونه في قبره عذاب القبر فيصير حفرة من حفر النيران فبعد أن ألقي فيها ودفن صار حفرة من حرف حفر النيران أو لا إن الله سبحانه وتعالى قد هيأ هذا المكان له جعله حفرة من حفر النيران تنتظره وهذا ليس مستبعد لان الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ويقدر ما فيه الصلاح بعلمه ولذا قبر أمير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كان مهيئا. وفي بعض الأحاديث أن ذلك القبر قد حفر من قبل ولذا حينما الامام الحسن والحسين عليه الصلاه والسلام جاء بجنازه امير المؤمنين الى الغري الى النجف الاشرف وجدوا قبرا مهيئا هذا القبر كان قد حفر سابقا هذا بالنسبه الى امير المؤمنين الله سبحانه وتعالى مهيئ قبره من قبل بواسطه بعض الانبياء وكذلك مكان مدفن ابن ملجم الله سبحانه وتعالى أيضا هيأه كحفرة من حفر النيران هذه النيران تنتظر هذا المجرم لتأخذه لتأخذه الشاهد في هذا الحديث أن أمير المؤمنين أوصى الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ووصية الإمام دليل على امامه المصالح باب اخر من ابواب كتاب الكافي الشريف باب الاشاره والنص على الحسين بن علي عليهم الصلاه والسلام بعض الاحاديث من رسول الله او من الامام امير المؤمنين او من الامام الحسن التي تدل على امامه الامام الحسين عليه الصلاه والسلام وان الله سبحانه وتعالى اختاره للإمامة بعد أمير المؤمنين علي عليه السلام وبعد الحسن عليه السلام. الحديث عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر يقول لما حضر الحسن بن علي عليه السلام الوفاة قال للحسين عليه السلام يا أخي إني أوصيك بوصية فاحفظها. إذا أنا مت فهيئني ثم وجهني إلى رسول الله صلى الله عليه واله لأحدث به عهدا، ثم اصرفني إلى أمي عليها السلام، ثم ردني فادفني بالبقيع، واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما يعلم الله والناس، صنيعها وعداوتها لله ولرسوله وعداوتها لنا أهل البيت. فلما قبض الحسن عليه السلام ووضع على السرير انطلقوا به الى مصلى رسول الله صلى الله عليه واله الذي كان يصلي فيه على الجنائز، فصلى عليه الحسين عليه السلام وحُمل وادخل الى المسجد، فلما اوقف على قبر رسول الله صلى الله عليه واله ذهب ذو العوينين الى عائشه فقال لها انهم قد اقبلوا بالحسن ليدفنوا مع رسول مع النبي صلى الله عليه واله فخرجت مبادرة على بغل بسرج فكانت اول امراه ركبت ركبت في الاسلام سرجة فقالت نحوا ابنكم عن بيتي فانه لا يدفن في بيتي ويهتك على رسول الله حجابه فقال لها الحسين عليه السلام قديما هتكت انت وابوك حجاب رسول الله صلى الله عليه واله وادخلت عليه بيته من لا يحب قربه وان الله سائلك عن ذلك يا عائشه. هذا الحديث يتضمن وصيه الامام الحسن عليه الصلاه والسلام للامام الحسين انه اذا مات طبعا الإمام الحسن توفي بالسم، لأن معاوية كان يريد أن يستخلف يزيد ابنه، فرأى أنه لا يتمكن من هذا الاستخلاف مع وجود الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، الناس لا يستسيغون ذلك، وكان من بنود المعاهدة بين الإمام الحسن ومعاوية أن الإمام الحسن يستلم الأمر بعد معاوية، فلذلك معاوية بطريقة أرسل السم إلى جعدة فدست السم في طعام الإمام الحسن وتوفي مسموما، فحينما حضرته الوفاة أوصى وصية في ما يتعلق بتجهيزه. من جمله تلك الوصيه انه اوصى ان يدفن عند رسول الله صلى الله عليه واله. فان منع من ذلك ان يدفن في البقيع. لماذا اوصى ان يدفن عند رسول الله صلى الله عليه واله؟ لانه اولا المكان الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه واله هو بيت فاطمه سلام الله عليها والحسن وارث هذا البيت فدفن فيوصى ان يدفن في ملكه اما ما يقال بان رسول الله دفن في بيت عائشه فهذا ليس بالصحيح على رغم انه راجع في كتب كثير من الناس هذا اولا هسه هذا نتركه لانه الكثير يرفضه لا يقبله في كتب المخالفين جاي بطريقه اخرى لا باس نقول ان بيوت النبي هذه كانت ملك لرسول الله صلى الله عليه واله. الرسول حينما جاء الى المدينه اشترى ارضا. هاي الارض جعل وسطها مسجدا ثم بنى حول المسجد غرف. هذه الغرف كل غرفه لزوجه من الزوجات وغرفه لامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. وبعض الغرف لبعض المهاجرين غرف لزوجاته يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه فهذه الغرفة لأم سلمة وهذه الغرفة لعائشة مو أنهم ملكها لا هي ساكنة فيها الملك كان لرسول الله صلى الله عليه واله، زين الرسول صلى الله عليه واله حينما ارتحل ملكه يصل الى من؟ يصل الى وارثه، من هو وارثه؟ فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الزوجه لا ترث من الارض خاصه اذا لم يكن لها ولد من زوجها. الزوجه مع وجود الولد للميت او البنت للميت ترث الثمن زين الرسول حينما ارتحل كان له ولد، نعم الولد يعني ال.. ال.. الذي ولد منه سواء كان ذكرا ام انثى كان له فاطمه الزهراء سلام الله عليها فالزوجه ترث الثمن زين اذا واحد عنده عده زوجات هذا الثمن يقسم بينهن يعني إذا عند زوجتين الثمن يقسم بين الزوجتين كل زوجة تأخذ واحد من 16 جزء الرسول كم زوجة كانت له حينما ارتحل تسع زوجات فلذا نصيب كل زوجة واحد تسع من الثمن التسع من الثمن ايش قد يصير؟ التسع من الثمن يصير فتشي جدا قليل يعني واحد من اثنين وسبعين جزءا يعني هذه الغرف اذا تقسم سهم عائشة كان يصير واحد من اثنين وتسعين جزء لو فرض انها ترث من الارض الثمن للزواجات والنصف لفاطمه الزهراء سلام الله عليها ويرد عليها الباقي حسب ما في مذهب اهل البيت عليهم الصلاه والسلام زين فهذه الاراضي هذه الغرف هذه البيوت كانت ملك لفاطمه الزهراء سبعه اثمانها ومن بعد فاطمه الزهراء الى ورثتها الحسن والحسين وزينب وام كلثوم وامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. فالامام الحسن كان مالكا لهذه الارض، فاذا يوصي ان يدفن فيها فوصيته حسب القاعده واحد يوصي ان يدفن في بيته هذا اولا. زين نقول ان الجماعه يقولون ان الرسول لا يورث الحديث الذي وضعوه. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة لأن الرسول مأمور بالتبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هذا الحكم يرتبط بفاطمة الزهراء كيف لم يبلغها هذا الحكم إذا فاطمة لا ترث من أبا من أبيها شلون ما بلغها وهو الذي قد أمر بأن يبلغ وبس هذا الحكم قال قاله لأبي بكر مثلاً هذا مو معقول أصلا الرسول مأمور بالتبليغ ويبلغ صاحب الشأن فالرسول بكل بساطة كان يتمكن لو كان هذا الحكم موجود أنها لا ترث شيئا من رسول الله وأن أموال الرسول تصير صدقة حسب ما زعمه كان يقول لها يا بني يا فاطمة وهي سيدة نساء العالمين أنك لا ترثين ليش ما قال الرسول وقال لأبي بكر وبعدين فاطمة لم تصدق أبا بكر في كلامه هذا البخاري يروي فوجدت فاطمه على ابي بكر ولم تكلمه حتى ماتت هذا في البخاري موجود هذا الحديث ما صدقته على كل حال انتم تقولون ان هذه الاراضي، هذه الغرف اللي هي ملك الرسول من بعد وفاته تصير صدقه زين صارت صدقه اذا صارت صدقه فلا ارتباط لهذه الأراضي بعائشة خلاص ما مو مرتبط بها حتى تأذن لمن يدفن أو تمنع من يؤذن. يدفن كيف أذنت بأن يدفن فيه أبوها أبو بكر ويدفن فيه عمر في حجرة الرسول صلى الله عليه وآله كيف أذنت هذا مو مرتبط بها حسب مبناكم هذا صدقة كيف أذنت بذلك ولم تأذن للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. زين الإمام الحسن وصى الإمام الحسين أن يدفن عند رسول الله، لكن يعلم بأن هناك قد يكون مانع. قد يكون مانع، لأن عائشة حسب ما يرويه أهل السنة في صحاحهم وفي أحاديثهم المعتبرة. مثلاً في هذا الحديث اللي الآن أنقله موجود في مسند أحمد وموجود في مصنف عبد الرزاق وموجود في طبقات ابن سعد وفي غيرها ان عائشه لا تطيب او لا تطيب نفسا او نفسا بذكر علي بن ابي طالب نفسها لا يطيب بذكر علي بن ابي طالب لا تحبه هي تحبه وحاربته ما تحبه على كل حال فالامام الحسن يعلم بانها قد تثير مشاكل فقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إذا منعت عائشة عن ذلك فلا تتقاتلون لا تراق محجمة دام لأن راح تصير فتنة وهذه الفتنة ليست بصالح الإسلام ولا بصالح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فأن يدفن في البقيع زين هل يعقل عائشه ان يكون قلبها هكذا بالنسبه الى امير المؤمنين وبالنسبه الى الامام الحسن عليه الصلاه والسلام؟ نعم القران في سوره التحريم قد ذكر ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما يعني فقد زاغت قلوبكما عن ما امر الله سبحانه وتعالى به ان تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم هذه الآية وهذه السورة سورة التحريم بإجماع المفسرين نزلت في عائشة وحفصة حينما أذاعوا سرا من أسرار الرسول صلى الله عليه وآله وإن تظاهر عليه يعني تتعاون على النبي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير على كل حال فحينما جاءوا بالإمام الحسن عليه الصلاة والسلام إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ذو العوين يا أو العوينين هذا تعبير عن الجاسوس المقصود مروان بن الحكم هذا اجي خبر عائشه انهم يريدون ان يدفنوا الحسن عند رسول الله فجاءت معترضه وطبعا اكو بعض جلاوزه بني اميه موجودين مع مروان والسهام بايديهم ماذا قالت نحوا ابنكم عن بيتي فانه لا يدفن في بيتي ويهتك على رسول الله حجابه عجيب. يعني دفن أبو بكر هذا لم يكن هتك لحجاب الرسول. دفن عمر ولم يكن هتك لحجاب الرسول. أما الحسن يدفن هذا هتك لحجاب الرسول وهو حفيد رسول الله صلى الله عليه واله والذي قال فيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هل هذا هو الهتك؟ أم ذاك؟ لكن الكلام مو بالمنطق يعني حتى لو انت تحاججه ما جاي بالمنطق، جاي بالقوة زين الإمام الحسين ماذا كان يفعل؟ هل بعنف يتعامل وجلاوزة بنو أمية بني أمية موجودين وحسب ما ينقل البعض أنهم كانت خطة يريدون تحصل مشادة وضرب ودافع ومدافعة وياتي احدهم ويقتل عائشه ثم يشاع بان الحسين قتل عائشه وبهذه الطريقه معاويه يتخلص من عائشه من طرف ويتخلص من الامام الحسين من طرف اخر ويلوث سمعه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام فما كان مصلحه في عراق ذاك الوقت ولا مشاده ولا انه الفرض بعنف لذلك الإمام الحسن كان قد وصى بما وصى والإمام الحسين نفذ هذه الوصية ونقل الإمام الحسن إلى البقيع ودفن حيث قبره الآن موجود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لولاية أهل البيت ومحبتهم وأن يرزقنا زيارتهم وشفاعتهم في الدنيا والآخرة. هذا واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين